مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع. اليوم نعمل انبوكسنج لثلاث بوكسات يجونا من اماكن مختلفه. هذول اثنين من امازون وهاي من برا امازون. خلينا نبدا بهذا البوكس الكبير. طيب نشوف شو فيه. كل هالبوكس عشان هاي يا جماعة. طيب احكي لكم شو هاي. هاي عبارة عن وول بيبر بس بيجي فيه لاصق، ممكن تستخدموه لأشياء كتيرة في المنزل، مثلا ديكورات، خزانات قديمة بدكم تغيروا منظرها. شكله هيك حلو، حبينا نجربه. طبعا بعطيك هيك، طبعا هو في ستيكرز، يعني ما في داعي انك تشتري له اي لاصق، بيجي في ستيكر من الخلف وبتنظفه وبتلزقه بكل سهولة. يعني شغلة حلوة هيك. في شغلة عندي هيك عفش قديم بدنا نحاول انه نجدد منظره، فاشترينا هاي الشغلة. الشغلة الثانية البوكس هذا اللي انتم شايفينه، هذا عبارة عن اوكي، اشترينا ثلاثة واي فاي بودز. شو واي فاي بودز يا جماعة؟ واي فاي بودز هي عبارة عن مقوي للواي فاي، شكلها حلو كتير. جبنا ثلاثة بتحطهم في بس فيش الكهرباء، بلقطوا الواي فاي دايركت وبصيروا يعطوا للمكان اللي انت عندك الواي فاي ضعيف. هدول يعني الآن كتير شغلات بنشتغل فيها على الواي فاي، للأسف ما بنقدر بدون الواي فاي. فهذا هو الهدف، منظرهم جميل جدا وان شاء الله نقدر نستفيد منهم. قولنا الواي فاي. الشغله الثالثه اللي حابب احكي عنها، وانا عارف شو هي، طلبتها اول امبارح بس قلت خليني اعمل لكم انبوكسنج وتشوفوها. اخي ما بعرف ايش هاي فل البوكس يا رجل. anyway هذا سيكل، هذه عبارة عن قلم إلكتروني، وهاي accuracy اسمه high accuracy style pen. طيب بيجي طبعا شغلة زي هيك، a chance to win a prize. هذا إذا بدك thank you letter. هاي القلم يا جماعة، القلم هذا جاي مضوي غريبة. أوكي أوكي القلم هذا بيجي بـ USB-C ولا USB عادية. هاي strange. اوه هذا يا جماعة شاحن لل هذا اللايتنينج، شايفينه؟ مش عارف طب ليش حاطين هاي، غريبة صح؟ اوه هذا اذا تستخدم شاحن اللايتنينج العادي تبع الايفون. طيب I think انه هذا هو السبب. طيب هذا اللي اجى معها. anyway اللي بيحكوها حسب ما مكتوب على الموقع انه هذا القلم كويس ل كيف بطفي بضوي يا جماعه. طيب كويس للايفون ولل اوه شوفوا يا جماعه، خلينا نفتح مثلا براوزر، نفتح هذا البراوزر على السريع فتح كانسل. اوخ هذا البراوزر بده يوزر نيم، نفتح سفاري مثلا. هيو مثلا شايفين كيف تريب نوت باد. طيب نفتح اشي رسم تبع رسم، مش
مش عارف شو بسموهم هم هون. فوتو بوث. Not bad. طيب شغالي كويس، تاتش كويس على الايباد. خلينا نشوفه على الموبايل تبع الاندرويد، لانه مشكلتهم هدول معظمهم بيشتغلوا على الايباد كويس بس يا جماعه شغال عادي، هذا رهيب، هذا بساعدني كتير في الايديتنج وبتشعر انك بتحرك فيه يعني بكل سهوله. واو هذا في الايديتنج رهيب يا جماعه، مثلا هيك شايفين، حط هذا مثلا دخل على السريع، هذا شايفين، نايس 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 نايس. طيب الان السؤال الجيد، صراحه شغل كويس، التب تبعه كتير صغير وهذا كويس للتحكم بالشغلة هاي، بس السؤال هو بضله مضوي ولا لا، لأنه هو إجا مضوي فلازم نشوف. click for turning on. بس إذا بتضغط عليه بضوي. long press to turn off. اوكي طفى. حلو حلو، هذا هو كبسة الفتح والاغلاق، اذا بتضغط عليها بس بيشتغل، واذا بتطول شوية 5 ثواني 6 7 9 ثواني تقريبا بطفي، يعني نحكي بس تكبس عليه بضوي وتسع ثواني بطفي. ال 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 الرأس هذه هي من الكوبر من النحاس. طيب ممتازة بشكل عام، عجبني كتير هذا القلم. الشيء الوحيد اللي هو هذا، طبعا أنا إذا بستخدمه لل أوكي يعني حاطين لك على الأقل إشي إنك تشحن إذا أنت بتستخدم أندرويد، كان لو لسي أحسن بس anyway. هذا هو عبارة عن قلم كتير رائع جدا، هاي اسم الشركة إذا حابين تشتروا منها. يعطيكم العافية، نراكم في حلقات قادمة. إذا شفتوا اللايك شو بتسووا؟ لايكوا. إذا شفتوا السبسكرايب سبسكرايبوا والشير طبعا شيروا، ونراكم. سلام للجميع. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.